انا مبسوط مش متضايق الصراحه. متضايق ان طبعا ان انت هتمشي، بس انا مبسوط ان انت وصلت للمرحله ديت. انا بحبك وانا في ظهرك زي ما انت عارف، وفي ظهركم كلكم لغايه حتى ما تمشي من النهارده. اي حاجه هتعوزها مني او من حسن، انا جيت وقفت موجودين. هنا عشان اقول كده، عشان بجد والله العظيم بقولها لك بجد من قلبي. اي حاجه يا فادي انا في ظهرك، و وهتوحشنا وهتوحش الناس دي كلها. فعلا فعلا بيوحشنا فادي، تفضل اذا عندك شيء. أول شيء بدي أشكر معالي المستشار تركي الشيخ. طبعاً. بدي أشكر البنش مارك اللي عطونا الفرصة إنه نطلع على ستيجز كتير كبيرة مع فنانين ما كنا نحلم نطلع معها، ولهيئة الترفيه أكيد. بدي أشكر المانجرز أكيد، لأنه عن جد دعمونا بشكل مش طبيعي بالبرنامج. وزيادة عن هيك بدي أشكر الفرقة فرداً من أستاذ مارون لشربل لبشار لدافيد لعلي للكورال، عن جد لعلي بدي أقول كل الأسامي يعني سوري، تشارلي نوبار فيليب ونيدال وريمون. وأكيد يعني كان بيشرفني أنه غني غنية معكم مع الإيقاع الخليجي، أنتوا عراسي. وما بدي أنسى أشكر أستاذ حسين جابر لأنه أعطينا هالفرصة الكتير حلوة أنه حقق حلمي. أنا حلمي هلأ بلش مثل ما أنت قلت، بقيت بس جمعة يعني فارق للفاينل. أنا بعتبر حالي فاينلست وعملت اللي علي، وبحبكم كلكم وجود لك للفاينلست اللي أنت تستاهلوا. كل التوفيق لك يا فادي، ونعرف أنه هذه ما راح تكون نهاية لك. والحين جاء الوقت اللي نعرف فيه من اللي بيطلع من فريق حسن. تفضلوا ثلاثتكم معي على المسرح. مين من بين سالم، عزيز وجوري راح ينتقل للنهائي الأسبوع القادم، ومين منهم اللي للأسف بيغادرنا اليوم؟ انتم ربحتوا يعني جمهور كبير وعظيم وقوي من هذا البرنامج، ولكن هل ترجم محبته لموهبتكم ومواهبكم الثلاثة اليوم بالتصويت ولا لا؟ لحظات صعبة على الجميع وعلي أنا بعد. ودي أطلب من سالم تقدم بخطوة قدام لو سمحت، ودي أطلب أيضا من جوري تتقدم مع سالم. عزيز، أنا ودي أقول لك ترجع خطوة، ولا أقول لك ارجع لمحلك. مبروك، أنت بأمان.